طبعا استجابة لنداء منظمة الأونروا، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوجيه أوامر لإنشاء جسر جوي، وبالتالي تمت الاستجابة في أقل من 36 ساعة. هي اللي لعبت دور المحرك، هي حلقة الوصل وين جميع المؤسسات، لأن جميع المؤسسات موجودة في المدينة وبضايعها وموادها الإغاثية موجودة في المدينة، فكان أسهل للمدينة أن هي تسخر هذا الدور وتسخر قواتها بالتعامل مع المؤسسات الدولية يعني المؤسسات المحلية علشان ناخذ الموافقات وننسق مع الطرف الآخر في الأردن. في هاللحظة نتوجه بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة سعادة بان كي مون، لأنه هو اللي ساعد على إبقاء ممر الإنساني الآمن عن طريق جيروسلم لغزة، هو اللي يعني ساعدنا في إبقاء هذا الجسر مفتوح.